الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فنحن في يوم عظيم مبارك من أيام الله عز وجل، في شهر عظيم من الأشهر الحرم، في الجمعة الأولى من رجب أحد الأشهر الحرم. وعندما يهل علينا هذا الشهر العظيم نشتم نسائم الشهر الفضيل. فرجب وهو شهر محرم، يليه شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، يعدان بمثابة التهيئة النفسية لشهر الله الفضيل شهر رمضان المعظم. فعندما نتحدث اليوم عن العمل الصالح فمن حسن الطالع أن يأتي ذلك في أول جمعة من شهر الله عز وجل، أحد الأشهر الحرم شهر رجب. والعمل الصالح لا يقف عند حدود العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، إنما يشمل كل ما ينفع الإنسان والإنسانية، ويشمل كل أبواب الخير، حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالخير اسم جامع، والعمل الصالح اسم جامع. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الخير لكثيرة لا تنحصر، كما أكدت، في العبادات من صلاة أو صيام أو زكاة فحسب أو حج، إنما هي أوسع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الخير لكثيرة.
التسبيح باب من أبواب الخير، والتحميد أن تحمد الله باب من أبواب الخير، والتكبير باب من أبواب الخير، والتهليل باب من أبواب الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الخير، وأن تميط الأذى عن الطريق صدقة باب من أبواب الخير. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وجد غصن شوك على الطريق، غصن من الشوك، فنحاه فشكر الله له فغفر له، ويقول صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، في قلب الجنة، بأي عمل؟ ليس بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما بشجرة قطعها كانت على ظهر الطريق وكانت تؤذي الناس. المؤمن الحقيقي، المؤمن الحقيقي يقولون كالشمعة، المؤمن كالشمعة قد تحترق أو تحترق لتضيء ما حولها لمن حولها. هذا هو المؤمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير. ويقول الشاعر: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات. من أفضل الخلق؟ وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق ما بين الورى بشر، ماذا؟ تقضى على يده للناس حاجاته. إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. وأفضل الخلق ما بين الورى بشر، تقضى على يده للناس حاجاته. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام طارات. الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. غني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني الغد. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام طارات. واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. الناس نوعان، كان إذا جعل الله حاجة الناس إليك فهو القادر أن يبدل الأحوال وأن يجعلك أنت الذي تحتاج إلى الناس. شكر النعمة يزيد بقضاء حوائج الناس وبالإنفاق من جنسها. واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت الناس تحتاج إليك، لا أنت الذي تحتاج إليهم. واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. كم مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقد قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري أجرهن على العبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أي وسع مجرى مائي للناس، لم يضيق بأرضه على مجاري المياه للناس، بل على العكس قد يأخذ من أرضه ليوسع المجرى المائي في سبيل الله مرضاة لله. هذا هو الإسلام، لا أن تأخذ من المسقى العمومي لأرضك أنت، بل أن تعطي من أرضك أنت للمسقى العمومي. هذا معنى قوله: كنهرا، أي وسع مجرى مائيا. من علم علما، أو كنهرا، أو حفر بئرا، أو غاس نخلا، أو بنى مسجدا، نسأل الله أن يتقبل ممن بنى هذا الصالح، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. هذا هو ديننا، دين البناء، دين التعمير، دين العطاء، لا يعرف الفساد ولا الإفساد. ومن مكر فلا يحيق المكر السيء
إلا بأهله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا مسلم مؤمن تقي صالح يصلح، وهذا فاسد يخرب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ بالعقل والمنطق والدين لا يستوون. ويقول سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. شتان بين الصلاح والإفساد، بين المصلح والمفسد، بين من يسعى في الأرض صلاحا وإصلاحا وعمارة، وبين من يحيق بالناس مكرا وفسادا وإفسادا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أسأل الله أن يوفقنا لعمل صالح، وأن يتقبله منا، وأن يقبضنا عليه، وأن يختم لنا ولكم بحسن الخاتمة أجمعين. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. هناك أمر هام ربما ربطه بعض الناس بالصلاح أو عدم الصلاح خطأ أو عدم فهم. هناك آيات كونية وأحداث كبرى تحدث في الكون، من زلازل أو براكين أو أوبئة أو أي أحداث كبرى، فبعض الناس يوجه توجيهات خاطئة. وهنا نقف على أمرين: الأول، لو كان الأمر مرتبطا فقط بالإيمان والكفر أو الصلاح أو الفساد فقط لما وجدنا أن بعض الدول الإسلامية تتعرض للزلازل والبراكين أكثر مما يتعرض غيرها. إذ لو كان الأمر فقط مرتبط بالإسلام وعدم الإسلام لما حدثت الزلازل والأحداث الكبرى في بعض الدول الإسلامية، ودون تسمية نعلم أن بعض الدول الإسلامية تتعرض بموقعها الجغرافي لعدد من الزلازل أكثر مما يتعرض له غيرها. هذا جانب. الجانب الآخر، لو كان الأمر انتقاما كما يوجه البعض خطأ، لماذا أصاب بعض المسلمين وبعض الدول الإسلامية؟ ألم يكن الله قادرا ألا يصيب مسلما واحدا وألا يدخل دولة مسلمة؟ إذن القضية لها أمور أخرى. أولا، نحن نؤمن بالعلمي، ومن هنا نؤكد على عدة أمور. لابد من الأخذ بالإجراءات العلمية الاحترازية والوقائية التي تقررها الجهات المعتمدة، وهي وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وأن نلتزم بهذه الأمور الإجرائية والوقائية والاحترازية، وألا نسير خلف الشائعات، وألا نأخذ التعليمات إلا من الجهات المختصة ذات الصلة بالتقارير الرسمية لوزارات الصحة، وألا نستقي معلوماتنا
فقط من مواقع التواصل أو من مصادر مجهولة قد تعمد إلى إساءة القلاقل أو مزيد من الرعب أو التهوين أو التهويل. وأصل لنا ديننا الحنيف الأخذ بأسباب العلم. خرج سيدنا عمر بن الخطاب من المدينة المنورة قاصدا الشام، وفي وسط الطريق قابله مجموعة من الصحابة على رأسهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وقالوا له: يا أمير المؤمنين، نزل بالشام وباء. فاستشار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بالرجوع إلى المدينة وألا يعرضوا أنفسهم للدخول إلى بلد انتشر فيه الوباء. فقال له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أنفر من قضاء الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ما كنت أنتظر أن تأتي منك، إنما نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فمن الإيمان بالله ومن حسن الاعتماد على الله وحسن التوكل على الله أن تأخذ بأقصى الأسباب، وهذا لا يعد عدم توكل، بل التوكل الحقيقي هو أن تأخذ بالأسباب من الإجراءات الاحترازية والوقائية ثم تفوض الأمر إلى الله عز وجل. النقطة الثانية: هل ما يحدث كما يصوره البعض انتقام؟ حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها. لقد بيّن لنا القرآن الكريم العبرة من هذه الأحداث الكونية، سواء زلازل، براكين، سواء أوبئة، ما يحدث. فقال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إنذارا وتنبيها وليس انتقاما. وهنا عندما قال أهل مكة كفارها للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. رقى النبي في رحلة الإسراء والمعراج، لكنهم قالوا: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم قال له: يا محمد، لو استجبنا لهم وأرينا الآيات التي طلبوها وأرسلناك بها فلم يستجيبوا لعجلنا بهلاكهم، ولكن من حكمتنا أننا نمهلهم وأن نجتبي منهم. فقال سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. السابقون عندما كذبوا أولكوا، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إنذارا وتنبيها للرجوع إلى الله. وهنا كان سيدنا عبد الله بن مسعود في الكوفة، فحدث زلزال، حدث تركفة، فماذا قال ابن مسعود؟ قال لهم: إن الله عز وجل يستعتبكم فأعتبوه. ما معنى يستعتبكم؟ يطلب منكم أن ترضوه. إن الله عز وجل يستعتبكم فأعتبوه، لك العتبة حتى ترضى، أي لك أن أرضيك يا ربي حتى ترضى. وهنا من ذلك نؤمن بأن الأمر لا يرتبط لا بالكفر ولا بالإسلام، فهي عظات وآيات كونية. الأمر الآخر يجب أن نأخذ بأسباب العلم من الجهات الرسمية المعنية وألا نسيها خلف الشائعات. نؤمن بأننا لابد أن نرجع إلى الله، وأن البشرية مهما تقدمت من العلم ومهما أخذت بأسباب العلم لا نجاة لها ولا منجاة لها إلا بالإيمان بالواحد الأحد، حيث يقول سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وماذا
وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا أنهم بما وصلوا إليه من تقدم ومن علم قادرون على الأرض. ماذا حدث؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا نائم الليل مسرورا بأوله، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يأتينا أسحارا. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يأتينا أسحارا. ويقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الجو إلى من تشاءون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومن هنا نختم بأمرين: ضروره ألا نحمل المسألة على الإسلام والكفر أو الإيمان وعدم الإيمان، أن نأخذ بأقصى الأسباب وأن نتبع الجهات العلمية في إجراءاتها الوقائية والاحترازية، وألا نلهس خلف الشائعات، وأن نعود بصدق إلى الواحد الأحد، وألا نغفل عن أن رفع البلاء يتطلب منا اللجوء إلى الله، ويتطلب منا أن نضع إليه وأن نؤمن بقدرته. فكلما أتى حدث من الأحداث الكونية كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تذكيرا وتنبيها لبشرية قد تغفل عن اللجوء إلى الخالق. ومن هنا نؤكد لا بد من العودة وحسن التوكل على الله، نأخذ بالأسباب، ومن هنا نبتهل ونضع ونلجأ إلى الله، وندرك علم اليقين أنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم، خذ بالأسباب ما شئت، وهذا مطلب، إنما هناك صاحب وخالق الأسباب والمسببات الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ليس لها من دون الله كاشفة، لا يمكن لأسباب البشر وحدها أن توقف أمرا أراده الله إلا بالعودة إلى الله والتضرع إلى الله. وهنا نقول ما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود عندما أصاب الزلزال الكوفة: إن الله عز وجل يستعتبكم فأعتبوه، إن الله عز وجل يستعتبكم فأعتبوه، يذكركم به فاذكروه، ينبهكم فتنبهوا. نسأل الله العلي العظيم أن يرفع كل بلاء عن مصرنا وبلادنا وعن البشرية أجمعاء وعن سائر بلاد العالمين. يا رب يا رب، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. لا رد لحكمك، لا رد لحكمك، ولا معقب لقضائك، ونحن على بابك نرجو رحمتك ونخشى عقابك، ونسألك أن ترفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء. يا رب العالمين، ليس لنا رب سواك ندعوه، ليس لنا رب سواك ندعوه. أنت الغني
ونحن الفقهاء إليك، فرق كروبنا واسطع عيوبنا واقض حوائجنا واحفظ بلادنا وبلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.